السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخواتي إخواني محبي ومتتبعي ومشجعي ومدعمي قناة فتي حسن تيرف، أخوكم فتي حسن. أسعد الله يومكم بكل خير إن شاء الله، وبشركم بركة، ونتمنى أنكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وتكونوا في صحة جيدة بإذن الله. تحية لجميع خوتي المغاربة من طنجة للبويرة ومن الحدود الشرقية الحدود المياه الدولية. تحية لباريور العرب والأفارقة اللي كيدعمونا وشجعونا كوم جو باس لو ميرسيمون أتو لي باريور دي موند كي نوز انكوراج. تحية وترحيب بالناس اللي ضافوا جداد للقناة إناثا وذكورا، كنقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم وسط خواتاتكم وخوتكم في قناة أصدقاء، قناة الأهل والأحباب، القناة اللي كنفوجو كنضحكو كنشطو فيها، القناة اللي كنواسيو فيها بعضنا ونصلو الرحم مع بعضنا، القناة اللي كنستافدو فيها معنويا وماديا. لأول مرة غيشوف القناة ديالنا عجبو المحتوى يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس بالكل باش يوصلو منا كل جديد في حينه. تحية للجالية المغربية من هذا المنبر على الدعم والتشجيع ديالهم، كنقولكم شكرا على الدعم، شكرا على التشجيع أينما حللتم وارتحلتم. تحية لخوتي المغاربة اللي كيشجعونا وكيدعمونا كيخليونا البصمة وكيخليونا دي كومنتير كيحفزوا القناة وليكيب ديال القناة، كنقول لكم شكرا على الدعم، شكرا على التشجيع، كيف ما بغيتونا نستمروا كنقول لكم الله يحفظكم. أخوات والإخوان اللي غايبين عن القناة، نتمنى أنكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتكونوا في صحة جيدة، ونتمنى لكم إن شاء الله عودة ميمونة القناة ولو من باب الاطمئنان عليكم. دونك خوتي خواتاتي، مزيدا من الدعم، مزيدا من التشجيع للقناة ديالكم باش نستمروا وغتكونوا جد مشكورين. ما تبخلوش علينا، انت خويا انت اختي اللي كتشوفونا في هذه اللحظة هذه، يلا ديروا لنا البصيمة، البصيمة البصيمة الله يحفظكم، ما كنطلبوش منكم الفلوس، كنطلبوا على البصيمة الله يهديكم. يلا خوتي خواتاتي، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ولله الشمنة. غادي ندوزوا ان شاء الله نديروا اطلال على الكانتي ديال البارح كيف ما شفتوا. تسعود غدر عباد الله ديسكاليفيا، دونك بقات لابواط نوار، كانت عطاتكم 13 و 9 و 6 و 10، جات منها 13 و 6 و 10. لا ديرنيير مينيت جابت سولمون لو شوفال اكومباني لو 6. بالنسبه الى عقلتوا شنو قلنا لكم على الطريز، راه دخل الكرياج، وقلنا لكم خصوصا داك الطريز خصو يخرج من الكرياج، وفعلا راه خرج وجا تروازيام. دونك لا سيليكسيون ديالنا كان فيها 6، كان فيها 10، كان فيها 11، كان فيها 5، و لو 13 كان هو لو برومي ديال لي سوربريز. تبني ديالنا ما جاش، كان هو لو 12، ورغم انه كان في الطريقة النهارية أو في لاميثود دي جور غامرنا به وحطيناه في التبني. الملاحظة الأخيرة قالت لكم ريان السينيالي، وفعلا ما كانتش ريان السينيالي، راه جاو جوج جوج فارقهم واحد، يعني جا 5 و 6 و جا 11 و 10 وفرقتهم 13، دونك كان سويفي ديال جوج جوج فارقهم واحد. بالنسبة للنويطات جات منهم 6 و 10 و 13. لي زونترينور اوبتيميست اللي خلينا لكم مع لي كومونتير جا منهم لو 11. بالنسبه لي زونترينور اسويفر الكوري ديال بازير جا منه ال 11، كان جوج 9 و 11 جا منهم ال 11، و 8 ما جاش و جا 6 و 5. دونك حتى لي زونترينور اسويفر كانوا مزيانين. دونك نتمنوا انكم تكونوا استفدتوا شي شويه ديك البركه، وغادي ندوزو دابا ان شاء الله غادي نمشيو للمعلومات ديالنا ديال الكانتي ديال اليوم الخميس 27/7/2023. اليوم الخميس، اليوم ليلة الخميس، الفرحة عندي فدرنا عروسة وعريس، مرحبا يا جيراننا ونفرحو نسعدو ليهم وربي يكمل ليهم. اليوم ليلة الخميس، تبارك الله على الخفافيش. دونك لو كانتي دو جودي 27/7/2023 اللي غيكون في كليرو فونتين دو دوفيل، رينيون ان كورس كات، الحواجز لهي
3600 متر 3600 متر غازون اتونسيون، وكاين شويه ديال الغيص تيرا غيكون تخي سوبل. لانديس بينيترومتريك ديالو غادي يبدا ب 4.3 وممكن يوصل حتى ل 4.7 ولا 4.8. نتمنوا انه يبقى يلعبنا غير في هذه الحدود هذه. لاكورد غادا تكون ادروات، كاين سايز بارتون 16 للمتمرين، ديبار 17 ان شاء الله الخمسة د العشية بالتوقيت ديال المغرب. الزين الغزال الجميل الحبيب به بماليه اللي كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى يحفظه وينجيه ويحفظ جميع المغاربة اينما حلوا وارتحلوا، ويخلي بلادنا غزالة جميلة يخليها ان شاء الله امنة باذن الله. الملاحظة الاولى كتقول لكم ردوا البال اخواني اخواتي، كورسا غتكون تخي ديفيسيل بلوس انديس دو ديفيكولتي 8.5. الملاحظة الأولى كتقول لكم ردوا البال كورسا تكون صعبة، مؤشر الصعوبة 8.5. دونك لورسكي ديباس لانديس دو ديفيكولتي 8 اي بلوس اون جو افيك انتيليجونس بريدونس اي اون مينيميز. كالعادة ملي كيفوتنا مؤشر الصعوبة 8 الفوق الحيطة الحاضر عفوا الذكاء ونلعبوا على قد جهدنا. قبل ما ندوزوا للمعلومات غنعاود نذكركم بالبصمه للقناه، وغادي نحيي ليكيب ديال القناه على المجهودات ديالها اللي كنجبد وكنقدموها لكم بكل صدق وبكل امانه. كنتمنى الله سبحانه وتعالى يجعلنا سبب ومفتاح ربح لكم وغنكونوا جد سعداء. كنطلبوا منكم فقط البصمه لا غير. وكنحيو كذلك الزابوني ديالنا، كنشكرهم على الدعم ديالهم المادي والمعنوي للقناة وكذلك على الثقة ديالهم، وكنتمنى والله ما يحشمناش معاهم ومع جميع المتتبعين والمشاهدين الكرام. لي انتيريسي بلابونمون راه التليفون كيدوز على الشاشة، الاتصال بالقناة عبر الواتساب. غادي نمشيو دابا غندوزو لابواط نوار ديال لاشين لي كاتر عفوا لي كاتر نيميرو دو لابواط نوار دو لاشين فاتحة سانتير ف اي كوم سوي 9 8 6 اي كاتر. الارقام الاربعة للعلبة السوداء الخاصة بقناة فاتحة سانتير في خماسي يومه 27/7/23 اكليرو فونتين دو دوفيل اي كوم سوي او 9 8 6 4 9 8 6 اي كاتر. La dernière minute de la chaîne, le numéro 9, Rakam Tsout, du cheval accompagné, le numéro 6, Rakam Sta, les supplémentaires 12 et 10, Rakam Edafia, Mash, Asha. غادي ندوزو دابا ان شاء الله غادي نمشيو لا ميثود دي جور. لا ميثود دي جور نوزا دوني دو نيميرو، سي دو نيميرو سوا ان سوا دو سوا اوكان اراريفي سون كوم سوي 2 et 8. دونك 2 et 8 سوا ان سوا دو سوا اوكان اراريفي. الطريقة النهارية عطاتنا جوج الارقام، هاد جوج الارقام هما جوج 8، اذا جوج 8 يا واحد يا جوج يا ما تشوفو تا واحد اراريفي. غادي ندوزو وغادي نمشيو لا سيليكسيون ديال لاشين. دونك لا سيليكسيون دو وي نيميرو دو لاشين فاتحة سانتيرف بور لو ميم كانتي دو 27/7/2023 اي كوم سوي 13 10 2 6 5 8 4 et 7. لا سيليكسيون مليوحة الياطوار، قادوها بالطريقة ديالكم اللي تاق فيها، ولكن عرفوا كيفاش تعاملوا مع لي سيربريز ومع لو بتي نيميرو. دونك الأرقام 8 لخماسي يومه 27/7/2023 لقناة فاتحة سانتيرف كالآتي 13 10 2 6 5 8 4 7. راه مليوحة عشوائية، حاولوا تقادوها بالطريقة ديالكم اللي تاق فيها،
ولكن ضروري ما توظفوا لي سيربريز ولي بتي نيميرو في اللعب ديالكم. بالنسبه للملاحظه بالنسبه لي سيربريز عفوا 9 10 الارقام المفاجئه 9 10 لو بتي نيميرو راه كيدوز على الشاشه هو التبني ديالنا. بالنسبه للملاحظه الاخيره كتقول لكم بروبابل ان سويفي الاريفي، دونك قلبوا على الارقام المتتاليه او السويفي دخلوه لاباز وتوكلوا على الله. غادي ندوزو دابا للنويطات ديالنا ان شاء الله. النويطه الاولى على الرقم 3، الرقم 3 قال لكم مولاه 4 ايام 5 ايام بوسيبل، ولا قلبتو ما تلقاوش عندنا. دونك اللي بغى يلعبو الله يسر له الامور. غادي نمشيو ان شاء الله النويطه على دو 5 قال لكم جو كونط سير لوي، رانا عوال عليه نتمنوا انه فعلا يكون عارف علاش عوال. غنمشيو ل 8 قال لكم مولاه العود ديالنا غيكون في الكانتي ولما لا ما يكونش في البوديوم نتمنوا. غنمشيو النويطه على لو 13 قال لكم العود ديالنا غيتقاتل على لا فيكتوار. غادي نمشيو لي زونترينور اوبتيميست او المتفائلين لو نيميرو 8 رقم 8. تهلاو ليا فراسكم، احبكم في الله، الى اللقاء. البصمه يا خفافيش.